توصلنا بهذا الطلب مؤازره من هذه الاسره هذه، هذه الاسره اللي كتعاني من كتعاني من الظلم وكتعاني من الحيف وكتعاني من الانحطاط ديال الكرامه ديالها، وهذا الشيء راه ما مقبولش اليوم في العهد ديال محمد السادس اللي خطا خطوات كبيره في مجال حقوق الانسان، ومحمد السادس اللي يعني فتح المجال ديال الحريات، ومحمد السادس اللي يعني قرب من الفقراء وقرب من يعني من المساكين. كيفاش اليوم كتشوفوا مثل هذه الحالات؟ هذه الحالات ما مقبولاش اليوم في المغرب، لان كاين اعداء ديال الوحدات الترابيه واعداء ديال البلاد اللي تيستغلوا مثل هذه الحويجات، هادو اعداء ديال البلاد اللي كيستغلوا مثل هذه الحويجات. هادو هذه الاسره تتقول بانها ساكنه هنا 70 سنه وما ساكنين هنا، عندهم الوثائق ديالهم، عندهم بطائق الاقامه ديالهم، ساكنين بشكل قانوني، وعندهم عقد الشغل مع الشركه الاولى اللي كانت مهد الفرنسيه دار. يلاه جسرت الشركه ولقى هاد الناس هنا ولقاهم عساسه هنا ولقاهم ساكنين هنا، ومشى المسطره ديال الافراغ، الا ان المحكمه كتشكروها وكتشكروا القضاء اللي كان جري وشجاع وانه ما حكمش بالافراغ. علاش؟ لان الناس اصحاب حق. هاد الفرنسي ومن معاه حسب هاد الشكايه اللي كاينه عندنا هنا للمنتدى تيقول انه لجؤوا للتحايل ولجؤوا لاستغلال المال ولجؤوا لاستغلال السلطه ولجؤوا لاستغلال النفوذ باش يفرغوا هاد الناس هادو، وهاد الشيء راه ما مقبولش اصاحبي باش نشوفوا الناس محتجزين، ما مقبولش باش نشوفوا واحد السيد مشى شهرين ديال الحبس هكذاك، وملي جا بغى يدخل عند وليداته ما يدخلش، راه ماشي مقبول هاد الشيء، وليداته محتجزين لداخل، وهاد الناس هادو دايرين السيكيريتي ودايرين الكلاب، واش حنا عايشين في الرعب؟ هذا راه هو الارهاب الحقيقي. إذا كانت المكتب المركزي للابحاث القضائيه كتحارب الارهاب يعني بكل الاشكال ديالو، هذا توا ارهاب، هذا ارهاب نفسي، هذا باش نجيبوا السيكيريتي ونجيبوا الكلاب ونسدوا على الناس لداخل وما عرفناش شنو كيوقع، والاب ديالهم يكون في الزنقه، راه هادشي ماشي مقبول. اليوم حنا جينا باش نضامنوا مع هاد الناس هادو في شارع يوسف بن تاشفين في الدار البيضاء، الناس اللي ساكنين في هاد الديبو هادو ساكنين 70 سنه بالوثائق القانونيه ديالهم، كنطالبوا بالانصاف ديالهم، كنطالبوا من السيد عبد النبوي وكنطالبوا من جميع الاجهزه ديال البلاد باش تدخل ودير حل لهاد الناس هادو. هادشي راه ما مقبولش، هادشي راه كيستغلوا حدا الوحده الترابيه، هادشي راه كيستغلوا الناس اللي كيخدموا اجندات خارجيه، كيستغلوا هاد المناظر هادو وهاد المشاهد هادي. اللهم انا ضامنك، اللهم انا ضامنك. كيتوجد معايا ولد هاد السيدة هادي اللي مختزازة هي والأبناء ديالو. حنا هادشي هذا عار، هادشي ما حنا ضد هاد السيد الناس ديال مافيا العقار، وكنوصلوا ها هو الابن ديالها اللي تعتقل مسكين شهرين بسبب هاد المافيا هادي بلا 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 موجب، لا هذا. وهاد الناس ما عندهم حتى علاقة، وهاد الناس كيعيشوا، عاودوا لي على ما حكوا لي، كيعيشوا 70 سنة هما هنايا بين عشيه وضحاها، كنشوفوا الابن ديالو والوالده ديالو اللي هنا راك شتي يديهم كيخرجوهم، راه ولاو هاد الناس ما شاء الله. حنا ما غاديش نسكتوا على هاد الشيء، وهاد الشيء غادي يوصل للسيد الحموشي وغنوصلوا ان شاء الله لسيدنا الله ينصرو، وغادي يوصل للوكيل العام ان شاء الله هاد الاسبوع باش نديروا المسطره ديالنا.